موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أعلنت مصر الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية. كما أكد السيد الرئيس تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الأول اللي احنا يعني في البداية كده نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم ضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. ويمكن اللقاء اللي احنا موجودين فيه النهاردة، أنا عارف أنتم شغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا، عملت تنسيق مع الأشقاء على أن احنا يعني إذا كان في ممكن بتواضع شديد أن احنا نقدم دعم ومساعدة مع بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الموجودة هناك. أنتم شغالين في ده، وانا حبيت بس ان انا من خلال اللقاء ده معاكم ابقى مطمن على ان احنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجويه جوا يعني او بالقوات البحريه بالبحر او برا بالنسبه لاشقائنا في ليبيا، لان حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. انا اللي يهمني بالنسبه يعني في اعمال التنسيق نبقى المطالب اللي هي اللي فعلا يعني هتبقى تقدم تيسير او تسهيل للكارثه اللي موجوده. وطبعا اذا كان اطقم اغاثه، اذا كان اطقم انقاذ، اذا كان معدات موجوده، اذا كان معسكرات هتنشا، يعني انا عارف طبعا ان احنا في 7 طيارات دلوقتي جاهزين للانطلاق حسب مش كده؟ 4 طيارات و3 وبرضه بالنسبة لليبيا أتصور إن إحنا محتاجين يعني وبسرعة، لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات هناك كان ضخم جدا. ويعني الأخبار والمعلومات الواردة بتحتاج إن إحنا نتحرك بكل قدراتنا، وأنا عارف إن قدرات الجيش قدرات يعني قوية قادرة بفضل الله سبحانه وتعالى مع الجيش الليبي إن شاء الله ننسق معهم ونتحرك، سواء كان اللي كان في فرصة إن احنا نخش بالبر معهم أو بالقوات البحرية أيهما أسرع يعني أو بالقوات الجوية طبعا. بس القوات الجوية لو احنا عايزين نعمل عمل تعبيد طرق وغاسة للمناطق المنكوبة بمعدات مهندسين، وأتصور إن احنا محتاجين نعمل كده يعني احنا موادات مهندسين بسرعه. يبقى انا كلمت قائد المنطقه الغربيه الصبح وقال لي في يعني في اجراء عامل ممكن يتم، بس طبعا احنا بنتكلم على حجم عمل ضخم. انتوا بتتكلموا في 3 مدن على الاقل مش كده؟ ثلاثه 3 مدن على الاقل حصل فيهم ضرر كبير قوي، وبالتالي محتاج دعم قوي، لان اشقائنا هيبقوا طبعا مشغولين دلوقتي في ظروفهم يعني سامح. ايوه بس ف إن شاء الله يعني دي مهمة مع الأشقاء، ولازم إن احنا يعني كلنا نقف سواء كنا قوات مسلحة، وأنا في ثقة كبيرة جدا في القدرات وفي الإمكانيات وفي رد الفعل أو حتى في الشعب المصري تجاه الأزمتين اللي موجودين في أشقائنا في المغرب أو في عند أشقائنا في ليبيا. وأنا بقول ده جهد متواضع جدا
هو عبارة عن تعبير رمزي للمشاركة في الألام والأحزان اللي تمت. واسمحوا لي إن احنا برضو نعلن الحداد ثلاث أيام في إطار يعني شكل من أشكال في المواساة والتعازي والمشاركة مع الأشقاء. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق في كافة المحن والأزمات، وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي، يبدأ بإفادة 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإجلاء الطبي للشهداء والمصابين. وإذا تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، تقدموا بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة تستهدف التنمية في سيناء وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على أي محاولة للإرهاب. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف ضمن فعاليات مبادرة قطار خير التحالف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. المشهد العظيم اللي احنا شايفينه ده قطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحطته المرة دي كانت في محافظة بني سويف، وزي ما احنا متعودين انه دايما بيحتوي على خير كتير لأهلنا في كل مكان، ما بين مساعدات غذائية وعينية وشنط وأدوات مدرسية، وده من خلال أكتر من 300 متطوع ومتطوعة بيشتغلوا زي خلية النحل. كل المساعدات اللي احنا شايفينها دي مش بس المساعدات اللي هتتقدم لأهلينا في محافظة بني سويف، ولكن احنا عندنا عدد كبير من المساعدات بتنقسم ما بين المساعدات وما بين التنمية. بنعتبرها هدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقامد رئيس الجمهورية لأهلينا في كامل مراكز بني سويف اللي عددهم 7 بعدد 225 قرية. مساعدات ل 11500 أسرة، بنتكلم على مساعدات للغارمات كمان وحل أزمة كانت كبيرة جدا بتهدد بيوتهم وسلمهم، بنتكلم كمان على ملابس وبنتكلم على شنط مدارس واحتياجات المدارس. أكتر من 16 شاحنة تريلا بيمثلوا أكتر من 12 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني. الشاحنات دي هتطلق في أرجاء المحافظة وهتوصل لأهلنا في القرى، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. جمعية الدكتور مصطفى محمود جايبين لهم 2500 شنطة مواد غذائية، زي ما حضرتك شايف احنا جايبين زيت سكر كل السلع التمويلية المطلوبة. بنشارك كمؤسسة بألف شنطة مدرسة وألف أدوات مدرسية وألف كيلو لحمة وألف مواد غذائية. مشاركين في الاصطفاف بحوالي 4 طن لحوم لعدد 2000 أسرة، ومشاركين كمان بحوالي 1000 كرتونة مواد غذائية، ومشاركين بألف شنطة مدرسية لطلابنا في المرحلة الابتدائية. مجهود كبير وعظيم بيقوم به التحالف الوطني لخدمة أهالينا في كل مكان، وده الهدف اللي دايما بيسعاله من خلال مؤسساته المنتشرة في كل مكان. أكد
أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع حرص الهيئة على إقامة شراكات استراتيجية مثمرة وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء في تأسيس مصنع بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكافة أنواع المركبات، ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الألمانية في إطار فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر. وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكافة أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية.